الإعلام المصري الذي يصور هذه المحاكمة على أنها
يجب أن يصدقون هذا الأمر. يعني رغم كل شيء، يعني أمثلة جدا جدا غريبة ومضحكة ويعني خارج عن هذا العالم، وفي أمثلة يعني قليلة الأمد، يعني يسعى إلى زوجة أمير الخليجي مثلا بشكل جدا واضح في الفضائيات، يزعم بأن أوباما هو من القادمين السوري لإفراد المسلمين في الفضائيات، ولكن الآن قرر أن يتصدق. ولكن هذا يعني هل في إعلام المحتر المهني، وبغض النظر إذا كان هناك نفاق داخل أي دولة أم لا، هل هذا يعتبر مقبول؟ هل يعتبر أصلا إعلام من أساسه؟ هل تتوقع إذا أن يتصرف العالم بنوع من الشفافية أو بأدنى مستويات الشرف؟ هذا هو وقت من ذلك الذين يكون القنوات الخاصة كلهم رجاء أعمال إذا مصالح، يعني عاشوا على الفساد في زمن مبارك ولا يريدوا أن يؤثر ذلك سنة حكم مصري أو ثلاثة في ذلك أو محافظ ذلك، فما نتوقع منهم. رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية دكتور أحمد مطهر في تصريحات لأحد المواقع الإلكترونية قال الإعلام المصري المؤيد للانقلاب العسكري تسبب في إصابة أكثر من 30% من الشعب المصري بمرض الانفصام الشخصية، وضرب عدة أمثلة. قال إن الشعب المصري تعجبه الديمقراطية في أوروبا، ولكن لا مانع من الانقلاب العسكري في مصر إذا اكتسب خروج الإعلام المصري خاصة بصمة، وتعجبه الحريات في أمريكا، ولكن لا مانع من الطوارئ وحضر التجول في مصر. هذه الازدواجية في المعايير التي تمارسها الكثير من القنوات الإعلام الرسمية الخاصة في مصر، هل يمكن للشعب المصري إذا ذكر عن البسيط أن تنطلي عليه الكونغرسيون، أن يدافع عن الحرية في أوروبا ويسمح بالقمع في مصر، أن يدافع عن حرية الولاية في كل الولايات المتحدة الأمريكية ويسمح بالاعتقالات وضد الناس في مصر؟ الشعب المصري منقسم، فيه الكثير الذي لا يصدق هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب، وهو في قناته وفي قناة الجزيرة يخرج ليلقى منصة يعبر عن رأيه خارج عن هذه الأكاذيب. هذا جزء من الشعب المصري، وهذا جزء متعود عليه، يحب الانتخابات، يؤمن بالديمقراطية، هذا جزء. وفي جزء آخر وهو جزء خسر الانتخابات ولا يؤمن الديمقراطية ما دام تخسر الانتخابات، وهم لا قلة لكنهم مؤثرون بأنها في طبقات الارستقراطية في أماكن جدا حساسة ولديهم المال. هل هذا المال الذي استثمر بعض رجال الأعمال المصريين جزء كبير منه، وهل هو حتى مكتوب يعني وتفاوض حركة التمرد، بعض أعضاء حركة التمرد ذكروا ذلك أن رجل الأعمال المصري قال بتمويل جزء من حمل التمرد في مواقع الكوميونيزم. السؤال، هل يستطيع هذا المال المصري أن يزيد الحقائق؟ هل يستطيع أن يشوه الحقائق إلى ما لا يرى؟ دوليا صعب، لأن الصحف الدولية منظمات حقوق الإنسان، منظمات دفاع عن الصحفيين يوم بعد يوم توضح ما يجري على الأرض، لكن المشكلة في بعض المواطنين المسلمين الجلوسة لكنهم ليس من الذين تحملوا المرسولين، ليس المعارضين الأشداء الذين المشكلة مثلا هل ينطلي عليهم تصويرهم على أن الإرهابيين يريدون الشعب بالكل، وهو أحيانا ينجحون في التفريق بين أعضاء الشعب المصري ما بين المسلمين وأخبار ما بين الليبراليين والمحافظين، أحيانا ينجحون لكن على مدى طويل لا ينجحون. المسألة هي وين فشلوا؟ تذكر أنه لمدة 60 سنة، لمدة 60 سنة لا يوجد ديمقراطية، لا يوجد قوة تعبير، فبالنسبة لمؤيدين الانقلاب أو الانقلابيين لا يهمهم حتى إذا كان الشعب كله تعب كله بأكمله، ولا يوجد ديمقراطية، ولا يوجد حرية، البقاء في السلطة على المنطقة القديمة، مصالح الفساد
وسيطر الكامل على الدولة يرجع عسكر 60 سنة لا يوجد شيء. ولكن في حقائق الإعلام أيضا نشرتها شبكة رصد للتسريبات بحقائق الانتباه في التفاح السيسي. هذه التسريبات لا تحكم أيضا بالشخص ولا حتى السيسي لم يعلم لم يكن مع ذكر التفاح التسريبات. بعد هذه التسريبات هل هناك أي إمكانية لتزييف حقائق ثم سماع أصوات من يتحدثون بها وفي صريح عباراتهم وتم بوضوح للمسلمين فهم ماذا يريد في التفاح يوجد شيئين. الشيء الأول أن هناك أصلاً من يعرف يعني لا يهمه بالنسبة إليه لا يريد المفاوضات ولا يريد أي شيء يأتي به يعني ناخذين غير الذين يريدون. هذا شك أن أي انتخابات نزيه شريكة ستؤخذ بحزب إسلامي أو مخالفه يفضل البقاء مع عبد الفتاح السيسي. رغم ما يعرف بأن عبد الفتاح السيسي لديه مخطط السيطرة على أو التكويش كما يقال في المسيرة. يعني يتقاسمون تحت السلطة. زي أيام مبارك يعني الرأس حسب الأسد والعسكر وهم يحصلون على الفتاح راضي بذلك. ما دام لا يدخلون في المنافسة الشريكة مع غيرهم. طبعاً الفتاح السيسي في التصريبات التي نشرتها شبكة رصد قال بأن الوضع الجديد يتطلب من العسكر التكيف معه ولكن قال بأن العسكر يجب أن يكون لديه الأدب داخل هذه المنافسة الإعلامية. ماذا يعني أن يكون بقوة الحكومة المصرية ذراع لدى المحطات التلفزيونية والقنوات لدى المحطات التلفزيونية والصحف؟ لا هذا يقصد بشكل كيف يمكن تطبيق ذلك يعني بشكل تقني هل يوجد شخص مراقب الهو ما على ذلك مثلا حديث الاعلام لا توجد حديث الاعلام لا توجد حديث الاعلام يعني عندما تجد امور جدا جدا غريبه في الوقت الحاضر لا توجد حتى الصحفيين الغربيين اللي هم بسرعه مجال مصر بلد سياحي ودائما يروج انه يريد علاقات جيده مع الخارج ومع الغرب هؤلاء يتعرضون من الاعتداءات وطلب المضايقات اصابهم بشكل يعني الدعايه الان لبعض المستحيل الاعلام لوزاره الاعلام المصري المحلي واي كانت الولايات المتحده اصبح لديهم فكره انه نيويورك تايمز واشنطن بوست هؤلاء مموله من قبل الاخرى المصريه اوباما ومستشاري تابعين سوريين للاخرى يتكلمون بكل جديه ولكن ماذا يسمى هذا يعني البعض ضد المحللين يسمى ارتداد وسخف يعني اذا وسخف لا يقع حتى لتحليله كاعلام اذا احنا نظر الامور بالنظر ما هو صحيح وما هو شريف فطبعا كلام صحيح لكن نظر الامور لمن يملك القوه فالقوه لا تعتمد دائما على ما هو صحيح والمصداقيه لا توجد اي مصداقيه ولكن هل يمكن يعني تخصيصي ان فعلا يأس الإعلام المصري ويأتريد الإعلام المصري وقت الحاضر الآن تقريبا بعد يومين تصير أربعة أشهر ذكرى الإنقلاب في الوقت الحاضر هم في مرحلة غزل الإعلام يغازل يجامل لحد الآن لم يحسوا بعد بصفاته عليهم لكن في الدور كيف في اليوم الأول للإنقلاب أغلقت معظم القنوات الفضائية الإسلامية والقنوات الأمريكية تؤيد رئيسها هذا بالنسبة لأصحاب الإعلام الخاص لا يهمهم بهذا الشيء يفكرون أنهم ينافسون قد أسكتوا يعني كانت المشكلة الأولى أغلق القنوات المنافسة وإن كانت أغلبية المنافسة يعني ثلاثية تتوش إيطالية بعدين أصبحت مشكلة ثانية رابعة العدوية وبنصف منها يعني صحفيين العالم الكل ومنصب اليوتيوب وفيسبوك وتويتر تنقل من هناك المظاهرات والتصميمات أصبحت هذه المشكلة تعطي صورة ثانية وقاموا بالتشويش على قنوات فضائية منها قناة الحوار وغلق هذه المشكلة فالآن يتابعون هذه المسيرات الصغيرة ولحد أن يؤكدوا أن لا يوجد تغطية شبكة رصد قالت عبد الفتاح السيسي بعد 100 يوم على الانقلاب يستخرج شهادة وفاة قضية العراق دقيق جدا دقيق جدا لكن أنتم صحفيين ليش بدك بفاق من حقوق الصحفيين احنا بأكثر من تقرير عدالة مصر مع بعض الأخرى إلى درجة حتى لم يتعرضوا الصحفيين في تاريخنا الحديث لما يتعرضوا من ملاحقة وكذلك دين رايسوس في الدولية وال أمس إدراشو في الدولية الثالث
أكدوا على أن بتاريخ مصر الحديث لم يتعرض المظاهرون متظاهرون بهذه الإساءة وهذا الاستهداف بشكل مباشر. فكل الناس حقوق الإنسان حقوق الصحابة حقوق فريق التعبير يقول أن برعهم هذا الأشخاص المظاهرات كل الكاتبين زمن مبارك زمن مرسي أيضا يعني وليس أفضل أحد يجب الجميع بس بإجماع فكل هذا أسوأ الفترة تمر بها مصر من تاريخ الحديث. وماذا يعني هنا أيضا قانون التظاهر المصري الذي أثار الجدل في الأونة الأخيرة لما دفع الرئيس المؤخر في الانقلاب عبد المنصور إلى إرجاء مصادقته عليه؟ المشكلة التي ذكرها في هذا آخر قانون أنه أصبح جزء من حلفائهم أصبحوا غير سعيدون بهذا القانون. مثلا حركة التمرد اللي هي أصلا عائشة على هذا الموضوع مسألة المظاهرات بالضبط فلقوا شكوى من حلفائهم فأجلوا هذا الموضوع حتى يتفهم ممكن لا يموت. لكن ما معنى هذا القانون الذي يحدد في كثير من المواقف حرية المتظاهرين الأماكن التي يتظاهر بها يمنع هؤلاء إذا تسببوا في تحقيق أي من المصالح لا نزل أي مظاهرة يمكن أن تصير دون أن تتسبب جزئيا أو كليا على الأقل بإغلاق باب أو مصلحة أو حتى تقف في شارع وكذلك أن يكون وزير الداخلية السلطة في تحويل مسار المظاهرة إذا أدناها تأثر حتى حركة المرور. هل يمكن للمظاهرة أن تقف دون أن تتسبب وإن بشكل جزئي أو خفيف بتأثير أو تحويل المرور؟ معنى ذلك أنهم يعودون ليس إلى الوراء من قبل يناير لكن إلى مرحلة يعني أصعب من مرحلة المظاهرة وأكثر اضطهاد حتى من مرحلة المظاهرة. المظاهرات في العالم عادة في العالم الديمقراطي هي عندما لديك اختلاف مع السياسة المعينة فمثلا أنت تريد ضد التقشف مثلا فلا بأس أن أنت تأخذ من الحكومة موافقة هذا شيء للحكومة ستعطيك الموافقة أنت تعبر عن اختلافك مع السياسة في بلدان ديمقراطية أنت تخالف سياسة في مصر لا يمكن أن تأتي للحكومة لأنك تخالف انقلاب ضد الديمقراطية فكيف تأتي يعني وتعطيهم الشرعية بسؤالهم للموافقة الديمقراطية تحريفة كل حركات الاحتجاج لا تحتاج إلى موافقة لأنها فقط إشعار من الجهات الأمنية لتأمين هذه التظاهرات لأي خطر أمني عليها وحتى إذا كان هناك مجموعات مضادة. على كل من هذا القانون هل تعتقد بأنه سلبي؟ أشك في ذلك لكن لا غريب في بلد العجائب في مصر مراحل الانتخاب كل شيء ممكن. إذا هل سيبيع حزب التحرير السياسي الخلفاء الذين ظهر معه في الحكومة الأولى في من خلال هذا القانون؟ هو الآن حتى في التسريبات هم الآن يجسون النظر يحاولون أن يعرفوا مدى يعني ما هو الكم الذي بإمكانهم أن يتجاوزوه ما هي الحدود التي ممكن تجاوزوه فإذا حسوا أن ممكن أن يمرروا هذا القانون سيخسر المعارضة إذا لقوا معارضة شديدة من الممكن. وهل هذه المعارضة معارضة هي ممكن بشكل بأن تكون كلها عبارة عن مسرحية قام بها عدد من صحيح رجال الأعمال بتمويلهم بترتيب حتى أحسسوا هذا الكلام حتى مثل المصادر الإسرائيلية حتى إذا في وجود هذه المسرحية ثم لا يمكن تكتشف هذه المسرحية ويختلف المشاركون في هذه المسرحية يعني حتى إذا سلمنا بهذا النظام حتى في هذه فهم لا يريدون أن يعني يكسر هذا الصف يعني رأينا ماذا حدث عندما هذا البرادر هو كان يوميا على الفيديو كما في مصر ويخرج مع القنوات المغاربة وينتقد الحكومة الروسية يوميا في داخل مصر ولا أحد يتعرض له ثم عين بعد الانقلاب عين كنائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وبعد أن استقال الآن هو مطالب ولا حتى لا يتكلم هذا أحرجهم كثيرا. والإعلام المصري أيضا هل هذا الإعلام إعلام الصوت الوطني الذي يدافع عن الصوت الآخر؟